تقول السائلة: امرأة أنزلت جنينها وهو في الشهر السابع، فهل عليها كفارة؟ نعم، إذا نفخت فيه الروح تنفخ الروح في الجنين تمام 4 أشهر، فإذا نفخت فيه الروح إذا أسقطته هذا قتل لنفس، عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين، وعليها الدية أيضا، وهي 5 من الإبل، قيمة 5 من الإبل. نعم.